يعني انا راهن بقى، انا راهن ان 90% من طلبة مصر عندها مشكلة في الحتة دي. اللي هي ان الفيتشا وفي بي الحتة بره وجوه. امتى يقض بعض وامتى مش قد بعض. طب ما احنا حسمناها الحلقة اللي فاتت، تمام الاسبوع اللي فات تمام احنا حسمناها، ايوه وقلنا انت عندك نقطتين متصلين بالقطبين بتوع العمود، تمام النقطتين دول ببقية المقاومات الناحية التانية. تمام طالما مفيش مقاومات ما بين السالب والموجب من ناحيتين مع المقاومات، اذا في بيساوي في. تمام طب تيجي بقى نقنعهم بيها. طيب يلا. عايز مقتنع جامد بقى قوي قوي. ماشي تمام وانا بشرح خليك فاكر يا مستر انور، قلت لك 90% من طلبة مصر مش فاهمين دي، اسمعوا كلام، و90% من المدرسين عارفين ان الطلبة مش عارفين. مش عارفينها وساكتينها. اه والله صدقني امانة ربنا، لا يعلم ويعلم انه لا يعلم وساكت. يعني انا لا اعلم وعارف انني لا اعلم وساكت، لا. النهارده كلكم لازم تعرفوا، واللي شفنا في الحلقه دي يروح يقول لزميله حصل كذا كذا، وتعال شوف الحلقه دي تاني. تمام يلا بينا بقى سوا نقنعهم نثبت. ونثبت الكلام ده، ونحس بقى ان الدنيا جميله والدنيا بتتفهم، تمام واحلى حاجه في الدنيا الفهم. يلا بينا سوا. هنا في عمود في بي ماشي يا زعيم، ار سمول، هنا في ار سمول، ادي الفولتميتر في 1 حلو كده، ماشي يا ريس، وادي المفتاح، وادي مقاومه هنسميها ار 1، وهنسمي دي مقاومه تانية ار 2، تمام، بس دي متغيره. متغير تحب نسميها اس ولا ايه؟ ار في اس اي اس اي مسمى هنسميها اس. الورقه معلش يا والله مستر، ما هنزعلك. حاضر، المسمى ده ما تفرقش معانا مش الاسماء، معنى يعني سميناها اس ماشي، بتاع ده موضوع مهم سميناها جدا ار بقى، في جدا فاريبل جدا ماشي، جدا جدا بقى. سميناها ماشي اي اسم ايا كان، اي ماشي، فينا سميتها ار 1 وار 2 ما فيش مشكله، ما فيش مشكله خالص. الاسم ما يفرقش معانا. بالظبط اهم حاجه عندي بقى ان فرق الجهد بتاع العمود ده هيحصل له ايه للمقاومه الاولى والمقاومه تعالى الثانيه. بس مع كده هنحط مين بقى. انا هنا هنحط مين؟ قول لي انت بقى ايه ايه بقى الرسمه اللي عندي دي يا ريس؟ هتحط ايه، فولتميتر عند المقاومه ار 1، ايه رايك نحط لك في 2 الحته فولتميتر، وفين؟ ايوه حط لك فين وكده فين؟ احط لي عند الار وان وعند الاس. اهي حطيت فولتميتر هسميه في 2، هتحط لي واحده ثانيه عند وحطيت هنا الاس، هسميه بقى في 3. يعني كده عملنا 3 فولتمترات، تمام واحد مع العمود، بالظبط، واحد واحد مع مع المقاومه العمود، ار 1، واحد مع واحد المقاومة مع ار 1. المقاومه الماخوذه طبعا اتفقنا من الاس اذا كنت بتقول مقاومه متغيره. ايوه تمام، ماشي كده اكيد فروق الجهد هنا هتختلف عن بعضها. بالظبط. طيب تعالى معايا بقى كده، تمام، تعالى معايا. تعال الفولتميتر في 1 ده قراءته بتساوي مين؟ الفي 1 ايوه احنا اتفقنا في بي ناقص اي ار سمول، شكرا، في 1 لانه لوحده في في بي، الدايره معهوش شكرا، عمود اخر. ما عندوش عمود اخر، ما تمام فكرش. خلاص، عشان ما فكرتش في القصه دي ما قلتش تمام عشان يكون زائد ولا حاجه. تمام زي الفل. في 2 ده اي ار، يساوي اي ار 1، تمام، سميتها اي ار اي 1 ار 1 5 6 7. ايا كان، في 3 دي اي اي 5. اس، ماشي تعالى بقى ماشي. مين بقى الشاطر قوي 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 قوي، الشاطر قوي قوي قوي، يقول فين هما قطبي العمود فين قطبي العمود؟ ده؟ هم من طرف ار الناحيه دي لطرف اس الناحيه التانيه، احنا كنا قلناها مش الحلقه كده؟ في الحلقه السابقه. بالظبط، قلنا تمام قطبي العمود هما اي نقطتان لا تفصل بينهما وبين اقطاب العمود اي من مقاومات. ناحيتين، اكتب يا عم عندك، الله يرضى عليك، ربنا يهديك، تكتب تمام، هتكتب قطبي العمود هما اي نقطتان لا تفصل بينهما وبين اقطابه اي مقاومات. ماشي يا يبقى ريس. هو بقى بين الف وب دي، الف وب دي وحشه. في بقى دي كلها من هنا، بالظبط. هي الفي من فوق. انت عارف فرق الجهد بين الف وب ده بيساوي مين؟ مين يا ريس؟ اللي هو في بي ناقص اي ار سمول. تمام اوحد كتابين تمام ده. اه والله وهو هو اي في ار توتال بتوع المقاومتين. حاضر، جميل، ناخدها واحده واحده. ناخدها واحده واحده. هو في بي ماشي. يعني ايه يا استاذ؟ يعني توصيلك بس هنا زي الدايره هنا. تبقى مقفوله يا ريس، اه طبعا اهو، بس ما تخافوش، بس اهو 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 دي كلها نقطة واحدة. كل نقطة واحدة. يبقى الكلام ده في بي ناقص اي ار سمول تمام بيساوي، انت عارف مين بقى؟ بيساوي في بين الف وب. تمام صح، ده هيساوي مين بقى يا زعيم؟ قول لي بقى. اي ار ضد اي اس، شكرا،
يعني هيساوي في 2 زائد في 3. تمام. انا غلطان؟ لا. معنى الكلام ده ان قراءه في 1 في 2 زائد في 3. ودي كنا اتكلمنا قلنا فرق الجهد بيتجزأ في التوالي. بالظبط. فرق الجهد الكلي يتجزأ على مقاومتين. زعيم يعني في 1 خليهم يستنتجوا. تمام. عايزين نبقى بطريقه استنتاجيه. العلاقه دي بحبها جدا. في 1 اللي هي ما بين ا في 1 اللي هو بين ا ب اللي هو اصلا في بي ناقص اي ار سمول. تمام. اللي بيساوي اي ار زائد اي اس. حسب السؤال. ايه اللي يحصل لو احنا فتحنا المفتاح؟ خلاص يبقى في 1 في بي. خلاص. في 2 بصفر. في 3 بصفر. في 3 بصفر. شكرا. تمام. قفلنا المفتاح. قطعت وصلت التيار، سحبت التيار. سحبت التيار. لازما الفولتمتر مين اللي قراءته تقل؟ بتاع العمود. عشان تم سحب التيار. تمام. وعشان يبقى في قيمه للفي. بالظبط. الناحيه الثانيه. بشوف انا قلت ازاي؟ تم سحب التيار. بحب قوي الكلام ده. احب اقوله كده وانا نايم، مش هقعد افكر يا ترى ايه اللي هيحصل؟ الامتحان حاجه صعبه ولا سهل؟ بفكر بعيش وانا نايم كده من حب الفيزياء افكر فيها بقى. الراجل قال قفل المفتاح، تم سحب تيار، يبقى قراءتك ما بقتش في بي، في بي ناقص اي ار. طالب الشاطر أحلم يتمتع بامتحان فيزياء نهايه السنه. بقت في بي ناقص اي ار سمول. ايوه. تمام؟ تمام. القراءه دي بقى قراءه في 1 هتزيد، في 2 هتزيد، وفي 3 هتزيد. هتتقسم عليهم الاثنين على اساس ان الار ثابته والاس ثابته، القيمه المأخوذه منها والاي زادت. هتتقسم عليهم الاثنين. تمام. حلو يا ريس. تمام. يبقى في بي ما تتقسمش عليهم. ايوه. عمرها لا ما تتقسمش. يا سلام على اللي قاعد لي بقى كده بقى خاصه بالعمود. عمرها ما تتقسمش خالص. ما تتقسمش لان في اي ار سمول في الموضوع. بس ما تتقسمش خالص. ما تنساش ان في اي ار سمول في الموضوع. انت عارف ليه ما تتقسمش؟ ليه؟ عشان ما تم سحب التيار. ده لو ما هي المقاومه الداخليه لها بقى قيمه. اه تمام. اه شغله كله ان لا يمكن اهمال المقاومه الداخليه الا نظريا. وده يا طلبه مصر وده يا اساتذه مصر السبب في اللي العيال فيه. العيال فيه ان انا كلته، ان انا اقنعته ان ارسمون دي ملهاش قيمه. شغله كله ده يرجع لوجود ارسمون. ده انا بقول له لو ما ادكش في المساله لازم يقولها لك صريحه مع اهمال المقاومه الداخليه. لو ما قالكش كده انت ملزم يبقى في مقاومه داخليه، تحسبها، تعمل معادلات، يتصرف. لكن مش حاجه اسمها ما فيش مقاومه داخليه من غير ما يقولها لي في المساله ان هو عايز يهملها بقى كمساله، هو حر. صح. لكن ما عملهاليش في امتحان ثانويه عامه انا ملزم بيها. بالظبط. وبص في المطالب احتمال يطلبها او هتبقى معينه ليا في مطالب اخرى. بالظبط. هضطر اجيبها علشان اشتغل. بالزبط. في حته تانية. بالظبط. تمام كلام كده يا ريس. تمام يا ريس. هنركز ده هنا. هنلم الليله. نلم الليله. في جمله مهمه، انا قفلت المفتاح، تم سحب تيار، قراءه في 1 تقل بقت في بي ناقص اي ار سمول، وقراءه في 2 تزيد، وقراءه في 3 تزيد. تمام. تمام. المفروض في 1 يساوي ده زائد ده. الاول فيه كده اعتراض؟ لا مفيش اعتراض. المفتاح مغلق، يبقى في 1 في 2 زائد في 3. في 1 تعبر عن فرق الجهد بين قطبي البطاريه. تمام. في 2 في 3 المقاومات. تمام. لو زودت اس. لا استنى بقى، مقاومه زادت الكليه، زودت دي، يبقى زودت المقاومه الكليه، يحصل لي التيار يقل، اي ار سمول تقل، في 1 تزيد. يبقى مجموع. حاضر. في 2 زاد الاثنين. تمام. طب ماذا يحدث لده؟ ماذا يحدث لده؟ لمين؟ ماذا يحدث لفي 2 وماذا يحدث لفي 3؟ طيب دي القصه بتاعتنا. دي القصه بتاعتنا عايز توضحها. يلا بقى، يلا تخش معانا فيها حبايبي. دي الحته بقى الخطيره. جدا. حته مهمه جدا. خطيره. صعب عليا. خطيره وللاسف بتجاب احيانا خطا. تمام. انا زودت اس. انا زودت اس. انا بركز في اللي بقوله جدا. زودت اس خلاص. زودت اس. ركزنا؟ تمام. المقاومه الكليه زادت. التيار المسحوب قل. اي ار سمول قلت، في 1 زادت. تمام. يعني فرق الجهد ما بين ا و ب زاد. يعني مجموع في 1 زاد، يبقى اصبح مجموع في 2 زائد في 3 زاد. ماشي. مجموعهم زاد ولا ما زادش؟ مجموعهم زاد. في طالب راح يعترض؟ لا مجموعهم. هقول له تاني. مجموعهم زاد. ولا بقى كده مجموعهم زاد. لو في 2 في 2 زائد في 3 مجموعهم زاد. اه. تمام. ما هو انا عايز اقنع اولاد الاول ايه؟ اه. ان في 1 ده مجموع مين؟ مجموع فروق الجهد. تمام. ده اسمه قانون كيرشوف. تمام. اللي انا قلت اللي انا وعدت اللي اتكلمنا فيه اللي انا وعدت راح اطبقه في كلي وهحل بيه مجموع كل المسائل. اه
فرق الجهد الكلي، فرق الجهد بين قطبي العمود بسبب المجموع الجبري لفروق الجهد عبر عناصر الدرجه تمام الثلاجيه، تمام وده موجود في الكتاب. يبقى اصبحت بقى لما انا زودت اسه المقاومه الكليه زادت، التيار المسحوب قل، التيار المسحوب قل، فاي ار سمول قلت، في 1 زادت، كويس. يعني مجموع في 2 زائد في 3 زاد، ايوه صح؟ في 2 زائد في 3 زاد. زياده. طب ماذا حدث بقى لفي 2؟ الار ثابته يا ريس، الار ثابته، والتيار حصل له ايه؟ الطير قال يا ريس، يبقى في 2 تقل، يبقى اي في ار قلت. قلت الله، بس المجموع زاد شكرا، يبقى مين اللي يزيد؟ يعني، بس المجموع زاد، زاد. يبقى طب عنصر منهم قل، يبقى التاني. لازم نزيد، الله، يبقى تزداد قراءة في 3. في ناس بتجاوب انا كده عايزها تاني بقى عينيا، كده. بس بقى، بص لا لا كده بالراحه، عشان خاطر النبي، هاتوني في الحته ديت عشان ربنا شاهد علي. في ناس ده مدير الحسابات يا ريس. يا ريس، يا ريس في ناس قالت الطلبه يظل ثابت، وده خطأ، فيتال ميستيك، خطأ قاتل. ما احنا النقطتين الف وبي دول هم الاساس. بالظبط، هما الاساس، انت بتلعب على النقطتين بس الواصلين بالقطبين من ناحيتين، بالظبط، اللي ما فيش بينهم اي بالظبط، بس مقاومات خارجيه اخرى. واتحاسب يا جدعان، يبقى في واتحاسب، دي هي في العمود، ويا زيد يا الا على حسب بس انت حسب زودت سحب حسب التيار يعني. ولا قللت سحب طب التيار. انا زودت اس دي، يا ريت بقى على اشياء حلو معانا على الصوره. اس دي كبرت، المقامه الكليه زادت، لان التوصيل على التوالي. التيار المسحوب قل، اي ار سمول قل، في 1 تزيد، ايوه معناها فرق الجهد بين ا و ب زاد، معناها مجموع في 2 زائد في 3 زاد، ايوه فيها مشكله خالص. دي ا ب. طب انت نقصت التيار والار مالها ثابته. ثابته، ايوه ففي 2 دي حاصل تقل ضربهم. وفي 3 حصل لها بقت تزداد. جميل. محدش يقول لي مش انت زودت اس يبقى الجهد تن ثابت، عشان زودت اس فتقل اي التيار حصل قل، ضربهم ويقعد ثابت. يعمل لي قصه، نقول له هضربك، تمام. حمدك على رجليك. انا كنت فاهم كده اصلا. لا 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 انا لا، انت يعني بتضحك، انت اسكت بتضحك، لا اسكت، انت انت مش بتضحك، عارف حاجه. انت بتضحك، انا انت كنت فاكر فعلا لا لا لا، ان الاي استاذ لما الفاضل، ال والار والاس زادت فيبقى حصل ضربهم فاضل ثابت. لا خالص، اتاري في عنصر تاني. ده كلام خطأ، انا شفت كتب مجاوبه كده، وانا ملزم وانا مسؤول، وده فيتال ميستيك، خطأ قاتل. تمام، انا بحسب هتوتال بقى. تمام. تعالى بقى، ايه رايك لو احنا بقى، ها اصل في حاجتين العمود ثابتين، انا مش هقدر اغيرهم، الفي بي والار سمول بالظبط، تمام يعني. فالمقاومه هتلعب مع شده التيار، تمام زي ما لسه بقول تمام بتتناقص مع تمام بعض. تمام يبقى غصب عني تمام ان المقاومه الكليه لو زادت تمام لازم التيار المسحوب يقل يعني انت معايا، والعكس. معايا طبعا. لما اس دي تزيد جهدها يزيد، اس دي تقل جهدها يقل، قول انت معايا بقى، اس دي قلت، طب يلا، اس قلت، المقاومه الكليه، قلت التيار المسحوب زاد. يزيد، مش كده؟ طب ودي قيمتها كام ثابته، الار؟ ايوه ار ثابته. 1 ثابته، ففي 2 يزيد تمام، وفي 3 قل، لان مجموعهم تمام قل. تمام، زود انت، نقص اس كمان، نقص اس كمان. ماشي. جهد عليها ها يقل يقل. وده يزيد، تمام. نقص كمان، نقص كمان. ده جهد يقل وده يزيد، ماشي. نقص كمان. طب شيلها خالص، الغيها بقى، الغيها. الغيها. بقت الفي بتاعت دي هي ها الفي بتاعت العمود. بس يعني، يعني عايز اقول يبقى الفي بتاعت المقاومه بقت في بتاعت العمود، بس لان ايه ما المشكلة، بقاش في ما بس بينهم من ناحيتين بس مقاومات بس خارجيه. يعني، ما رأيك؟ لا، واحده تاني كده، كمان تاني حته، تاني تاني كمان واحده. تاني يعني انت صغرت، اس، انا فضلت اصغر في الاس. بس على فكرة، شوفوا شوفوا ولاد، انا بعمل، احسن لك دلوقتي، انا بشرح، احنا ما فيش شرح، احنا بنتناقش مناقشه بس حره مع برضه بعض هو يعني. يعمل زيي، الواد يعمل زيي كده بالظبط، يمسك ورقة وقلم، انا بقول لهم ذاكر موادك كلها، لازم انت تذاكر موادك كلها كلم الاول، نفسك وانت بتشتغل، وبعدين اشرح لما لنفسك. تيجي قبل ما تنام بنص ساعه، قول في حته في الفيزياء لذيذه هقعد افكر فيها، دي الحته اللذيذه بتاعتها. ختامه هو مسك يعني، يعني يقعد يمتع نفسه اول قبل ما ينام. والله الحته دي الحلوه بتاعتها دي، ادي الحته الحلوه اللي في الفيزياء. بس يتعشى عشاء خفيف. يا بص يا اخوانا، هياكل، انا نسيتك في البرنامج. بص هنا، يعني احنا صغرنا اس، تمام. ماشي يا ريس، زودنا التيار، تمام. ففي 2 تزيد، ليه في 2 زادت؟ عشان عشان الاي زاد ال والار ثابته. ثابته، تمام. كويس. طب نقص اس كمان، حصل الجهد عليها زياده يقل في الفي ولا يزيد على طول 1 بقى. وقالت طب تمام، نقص اس كمان، هو وهكذا عارف وهكذا اللعبه، وهكذا وهكذا. نقصت اس، نقصت بقى زيرو. المقاومه الكليه نقصت، التيار المسحوب زاد، كويس. التيار اللي بسحبه من العمود بمرره هنا، تمام. شوف، ولذلك قلت المر فيها، هنا قلت المسحوب، مسحوب البطارية. ومر في المقاومه، تمام. بحب الكلمه دي قوي، مسحوب من هنا بحب قوي، ووري من تمام. الناحية التانية. يعني هنا لما اكتب في بي ناقص اي ار سمول،
بسمى اي دي المسحوب. ايوه شوف هنا هو اي نفس اي هسميه بس المسحوب، في البطاريه مسحوب هنا هسميه اللي النار. المقاومه بيمر بيها. وصل؟ يتم عند غلق المفتاح يتم سحب تيار من العمود فيمر في المقاومه. تمام. ايه في كده فيها صعوبه؟ عسل. طيب انت نقصت اس بقى، التيار المسحوب زاد، المر زاد، في زاد. طب انت كل ما تنقص اس الجهد عليها بيقل يقل، وهناك يزيد، يقل ويزيد لغايه لما تهملها يبقى جبت صفر. الريوستات لاوله، ما شكرا. فيش ريوستات مش موجود معانا، بقت عندنا الار وان لوحدها. يبقى امتى بقى قراءه الفولتميتر فان تساوي في 2؟ اذا كانت دي المقاومه دي بزيرو، مش كده؟ الاس بزيرو. صح؟ اه افرض جاله علل بقى. طب ما ايه المشكله لما يقول الكلام ده؟ انت عارف يولي؟ لان في هذه الحاله فرق الجهد بين طرفي المقاومه وفرق الجهد بين قطبي العمود بيساوي تماما. بيساوي تماما. وممكن نقولها له اي ار بيساوي في بي ناقص اي ار سمول كمعادله. بالظبط. فينا مشكله؟ ده احنا بنلعب عليها في المسائل، ايوه. ونجيب له فرق جهدي منين عشان يفهم، ونجيب له حته من فرق جهدي في حته معينه عشان يكمل، عشان يجي، عشان يطرح، عشان يعرف ان فرق الجهد بين قطبي العمود ده شامل لكل الدايره من الناحيه الثانيه. تمام. انا بقى وجهة بقى نظري انا الشخصيه، ان كل زمايلي ان شاء الله تعالى هيشرحها كده الاول، وبعدين نقول له بقى تعال نطبق ايوه عشان نشيل من دماغتهم الحفظ، الحفظ. انا عاوز يبقى بحل هو فاهم يفكر. بالظبط. تمام في وصلت كده يا ريس؟ ماشي يا ريس.